قال رب العزة: وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. الذبح يكون للضأن والمعز، والنحر يكون للإبل، وفي البقر التخير، وفي البقر التخير، وهي إلى الذبح أقرب. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ بينا لماذا تعجب بنو إسرائيل من الجواب. قال مجيبا لهم نبيهم: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أي من أعظم الجهل أن يهزأ الإنسان بأمر الله. فأن يهزأ عبد عياذا بالله بشعائر الدين، ما يتعلق بالدين من كتاب من القرآن أو بالحديث أو بغيره من شعائر الإسلام، هذا عياذا بالله من الجهل، وقد يصل بصاحبه لا قدر الله إلى الكفر. فالاستخفاف بشعائر الإسلام لا ينبغي أن يقع في خلد المسلم طرفة عين. قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. والجاهلين هنا جمع جاهل، والفعل جهل يأتي على معان، يأتي الجهل ضد العلم. قال الأول: سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول، يعني من يعلم غير من لا يعلم. ويأتي الجهل ضد الحلم، ضد الحلم، لكنه يؤتى به لازدواج اللفظ، ليس المقصود عينه ونفسه. فلا أحد يفتخر بالجهل. يقول عمرو بن كلثوم في آخر بيت من معلقته: ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، أي لو أن أحدا تمادى علينا وأراد الضرر بنا عاقبناه بالإهلاك والمعاقبة وقتلناه. هذا معنى قوله: ألا لا يجهلنا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. وإنه لا يقصد بالجهل ضد العلم، فلا أحد عاقل يفتخر بأنه جاهل، لكن ليس كل جاهل مذموم. فالله عز وجل قال في كتابه العظيم: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. هذا مدح للمتعففين ليس ذما للجاهلين. فلو قدر أن لك جارا، لك قريبا، لك صديقا، وهذا الصديق أو الجار أو القريب فيه فقر، لكنه لا يظهر فقره، لا يظهر عليه الفقر، فأنت لم تفطن له، لم تعطه، لا يسألك، لا يظهر عليه في ثيابه، لا في شكواه، فكونك تجهل لا تعلم حاله أنت معذور بظاهره. فهذا ليس ذما لك وإنما مدح له. هذا معنى قول الله: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. قال رب العزة: قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.